في الحلقة السابقة من عيش سفاري. يعني دينا تقول آلف ألعب آلف لعب، يعني يعني المفروض تروح بسرعة، وهو قال وأصلا يعني قال لسوق رسالة يعني لازم بسرعة، هو ما مركز مع مجد وقال خلاص أقصى ورحب. الله كريم الله نفسه فرحانة، الله كريم الله. شجعان برحب بكم بالدورة الثالثة من عيش سفاري الموسم العاشر، حيث لا مكان إلا يوم جديد، ألعاب جديدة، دورة جديدة، ونقاط أكيد للفريقين. جاهزين؟ جاهزين. تمام، خلينا على طول نبدأ بالتحدي الأول من الدورة الثالثة، وركزوا معايا عشان اللعبة شوية طويلة ومحتاجة أن أنتوا تفهموها كويس عشان تعرفوا تقسموا الفريقين. طبعا كل فريق هيتقسم لمجموعتين، كم مجموعة؟ كل مجموعة بتتكون من 3 شجعان. المطلوب من المجموعة الأولى بتتكون من 3 هيكونوا واقفين قدام الحاجز، والثلاثة التانيين ورا الحاجز. عندكم 3 حبال المفروض أن أنتوا بتحطوها على خصركم وبتربطوها كويس. نفس الحاجة للمجموعة التانية اللي من الجهة الأخرى. تمام؟ عندنا ضفيرة من الجهتين، المفروض أن أنتوا بتفكوا نفسكم من الضفيرة دي وتروحوا عكس بعض باتفاق منكم. القائد موجود معاكم، هو بيحدد إزاي الطريقة. واحد يروح عكس التاني لحد ما الضفيرة من الجهتين تتفك. بعد ما تتفك من الجهتين على طول هنبدأ بالمرحلة التانية. عندنا صندوق ورا لكل فريق في مجموعة من الأكياس. مجموعة واحدة مسؤولة أنها تجيب الأكياس دي كلها وتوصلها عن طريق الحاجز ده زحف، بعد كده يوصلوها هنا. المجموعة التانية مهمتها بعد ما يستلموا مجموعة الأكياس دي إن هم يقفوا عند المكان اللي معلمينه إحنا، وعندهم قطع موجودة على الطاولة، المفروض إن هم بالأكياس دي يرموا القطع دي كلها وما شوفش ولا قطعة على الطاولة. اتفقنا؟ مش إنها تكون واقعة، لا، مفيش ولا قطعة على الطاولة. هو ده التحدي بكل سهولة، محتاج سرعة، تعاون، اتفاق، والقائد يعرف يحط كل شجاع في مكانه الصحيح. أي سؤال؟ طيب شجعان بسرعة عملوا خطتكم عشان نبدأ بالتحدي. في التحدي الأول من الدورة الثالثة كان علي أن أنا أفك ضفيرة مع مصطفى وسلطان، بعدها كان علي نحن الثلاثة أن احنا نروح ونزحف وناخد الأكياس معنا ونحطها للناحية الثانية عشان التانيين يرموها. تمام، الكل ربط الحبل بتاعه. هعد للفريقين، 1 2 انطلاق. مطلوب اول حاجه تفكوا اول عقده، بعد كده تبداوا تفكوا الضفيره نفسها. الجهتين نفس الحاجه، واحد بس يفكها تبقى اسهل عليكم. تمام، اوكي. الفريق البرتقالي بداوا بفك الضفيره، اتفقوا مع بعض. فك الجدولة كان سهل لأن هيك يعني حاجات متاع ذكاء وهيك، أنا نحب نلعبهم سهل أن واحد ينط وينزل. فاحنا كنا نقوله أول شيء مجد في النص، نور في النص، راشد في النص هيك، فبعدين تميناها بسرعة. برافو، خلاص برافو عليكم مجد راشد نور. فكوا العقدة المجموعة الأولى، المجموعة الثانية لسه الفريق الأخضر لسه مطولين. عمر مشكلتي في الفريق إنه ما يسمعش القائد، والحاجة اللي ما تعجبوش
يطنش وخلاص يولي هكا متغش وما يسمعش كلام القائد. حتى أحمد بعض الأحيان، مثلا أحمد ما يكون الشاطر برشا في الرمي يقول أنا نحب نكون في الرمي، أنا كويس أنا كويس، والقائد يقول له لا أنت مش كويس، فما أنت يتغشش وما يسمعش الكلام هو وعمر. يلا آخر لفة آخر لفة بسرعة بسرعة، مصطفى سلطان برافو، فك الحبل فكوه خلاص، يلا برافو مصطفى، يلا مصطفى يلا زحف زحف. الفريق البرتقالي بدأوا بالمرحلة الثانية زحف، توصيل الأكياس زحف، التانيين قدام، المجموعة التانية قدام، الفريق الأخضر لسه واقفين عند الجزيرة. برافو، أقوى أقوى، بدأنا بالمرحلة الثالثة والأخيرة، كل القطع تكون على الأرض ولا واحدة على الطاولة. أدائي في اللعبة ما كان زين، لأن أنا ما كنت أفر عدل، تصويبي ما كان وايد زين، لأن كان الكيس وايد ثقيل، ويوم فريت الكيس الثقيل يدي بدأت تتعور. برافو برافو برافو، يلا فريق برتقالي ركزوا، تمام آخر قطعة آخر قطعة، برافو عليكم فريق برتقالي، آخر قطعة على الأرض. الفريق الأخضر بدأوا بنقل الأكياس، هل يا ترى هيلحقوا؟ ما ظنش ما ظنش إن هم يلحقوا، آخر قطعة آخر واحدة بسرعة، يلا يا مجد، برافو برافو عليكم الفريق البرتقالي، مكانكم الفريق الأخضر، مكانكم. سبب خسارتنا انه فريقنا ما كانش منظم، وكما كنا نحلوا يعني الخيوط حتى واحد كان عارف كيفاش يحلهم، يعني قائد ما كانش مركز بزاف معنا، وعمر كان يعيط على كل حد وما كانش يساعدنا بزاف. فريق برتقالي سأقفل نفسكم، طبعا القائد مجد عمل مجهود كبير جدا، اولا عرف ازاي يرشد فريقه ان هم يفكوا الضفيره، تاني حاجه عرف ازاي يوقع كل القطع الخشبيه. اذا الدوره الثالثه واول تحدي مرباط، برافو عليكم مبروك، اول تحدي ليكم فريق الاخضر، ما تزعلوش لسه الدوره مستمره معانا، لسه في تحديات لسه في نقاط، شدوا الهمه اتفقنا، تفضلوا. احس اكثر واحد قاهرني في الفريق دينا، عشان لما نخسر تقول انها تعرف كل شيء وتقول لو سمعنا كلامها تصير احسن، بس هي من جد ما تقول اي شيء قبل المسابقه، اول قالت انها تعرف العالم وما تكلمت، الحين تقول انه اقترحت علي شيء وما اقترحت اي شيء، وتعصب علي تقول ان كانت قاعده تسمع الكلام ما كانت قاعده تسوي اي شيء كويس. ما قلت لكم خلوا قاعد نقول ولا دين بنت في المجال، بس اول شيء يلا انا سالتكم، سالتني انت كابتن، انت تقول ما تسالنا، سالتكم رايكم انت، قلت بعد نقول لكم من وين خلص انا. بعد الفاصل كل شجاع بناخذ توقيته، مصطفى ما تضغطش على نفسك، لو مش قادر لو مش قادر ما تأذيش نفسك، مصطفى يطلع برا، حصان لا تشد حالنا لحد كنا عارفين ان شاء الله هم شجعان في التحدي الثاني من الدورة الثالثة، جاهزين؟ جاهزين. طبعا التحدي ده بيعتمد أهم حاجة على قوة التحمل،
التحدي سهل جدا، ما فيش تقسيم، ما فيش مجموعات، ما فيش مهام كتير، كل اللي عليكم تعملوه ان احنا نشوف ونقيس قدراتكم في التحمل. لو الفريقين بصيتوا وراكم هتلاقوا في عواميد خشبيه وفي اسطوانه وفي دائره عشان تثبتوا ايديكم فيها. المفروض ان انتوا هتقفوا ما بين العمودين دول وتثبتوا ايديكم، ولكن قبل ما تثبتوها حاطين اوزان المفروض ان انتوا تحطوها على المعصم بتاعكم، بعد كده تثبتوا ايديكم. تحدي سهل جدا، مش محتاج صعوبة، ولكن محتاج قوة تحمل كبيرة جدا للفريقين. قائد الفريق البرتقالي وقائد الفريق الأخضر، كل اللي عليك تعمله ان انت تحط الأوزان للشجعان وكمان تثبت الخشبة عشان يثبتوا ايديهم، مفهوم؟ تمام، اي سؤال؟ طيب اعملوا خطتكم بسرعة عشان ناخد اماكننا. التحدي الثاني تاع الدورة الثالثة هو عبارة عن انه يعني شخص يحط يديه بين حديدة يفتحهم، يعني الأخر يفتحهم، يكون حامل فني كيس شويه ثقيل، ويكون لازم يقعد حكم الحديد يعني حطبات بدون ما يطيحهم، واذا يطيحهم يخرج. دينا، راشد، سق. انا تعصبت مي اصاله قالت لي نمشي للقفص، ما عرفتش شنو هي الغلطه اللي درتها باش ندخل للقفص. يعني هلا دابا نحاول نستكشف شنو هي الغلطه اللي درتها اللي خلتني ندخل القفص. واحد، اثنين، ثلاثة. وبدأ الشجعان أحمد إلاف من ثمرات ومن مرباط مصطفى ونور. التحدي اللي درناه كان صعب، لأن التحمل وكيف إن نقعدوا في أثقال وهيك شوية، يعني مش شوية، هلبة صعب ومحدش يقدر هلبة يتحمل. اللي إيده هتقع على طول هيدي فرصة لغيره. أحمد بدأ يبان عليه التعب، مش قادر يثبت إيده. أحمد، بالتحدي الثاني من الدورة الثالثة أدائي ما كان كتير منيح، لأنه كنت حاطط الكيس الرملي بطريقة غلط تقريباً لهون، وبعدين لما اجى القائد يظبطها قربها كتير فصارت صعبة ونزلت ايدي. طبعا زي ما قلت لكم تعتمد على القوة في التحمل. إلاف برا. إلاف، ادائي في التحدي هذا ما كانش باهي برشا على خاطر ايدي تعبوا. كل شجاع بناخد توقيته. مصطفى، ما تضغطش على نفسك، لو مش قادر ما تأذيش نفسك. مصطفى يطلع برا. أنا نزلت إيدي بسرعة على مود أصال، قالت يعني خلاص نزل إيدك، فيلا أنا نزلت. حتى أصلاً إيدي يعني تعبت، والقبل نزلوها أحمد وإلاف. نزلي لو مش قادرة. سلطان برا. لسه مصرة هتأذي نفسك. تمام. مريم، نور، تنسحب. أخضر أقوى، فين العضلات، فين التحمل؟ عمر ينسحب. حمزة برافو عليك، أحييك. حمزة ينسحب. تمام. القائد مجد، ثبت إيدك مستقيمة لو سمحت، استقامة لتحت. مريم لو سمحتي كده ترفعهمش بس كده. عبد العزيز القائد بدأ بالتحدي، يا ترى هيقدر يفوز فريقه ويكمل للآخر؟ هاي عبد العزيز. التوقيت محسوب لكل شجاع، وأكتر توقيت هو اللي هيفوز فريقه، سواء القائد عبد العزيز فضل وقت طويل ممكن يفوز فريقه. نفس الحاجة مجد ومريم، مصير الفريق معاكم انتوا. شكل مستقيم لو سمحت يا مريم، انا عارفه ان انت تعبتي ايديكي بترجف. لو مش قادره حطي المسؤوليه على القائد. ايديكي نزلوا 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 نزلوا. انا كويسه في تحديات القوه ولكن مش في تحديات التحمل، فلما تيجي يعني التحمل بتطلع يعني صعبه قوي عليا ومش بقدر استحمل. استقامه. حمزه الورا. إذن الشجعان كلهم معتمدين على القائد عبد العزيز
ومجد. مصير الفريقين مع القائد دلوقتي. أكتر واحد هيصمد هو اللي هيفوز فريقه. ها ها، استقامة. خلاص خلاص يا مجد، ما تضغطش على نفسك. مجد خلاص، نزلت. الصعوبة اللي واجهتها أنا في هذا التحدي إنه كان الأكياس ثقيلة كتير وما قدرت أمسك نفسي، مع إنه كان كل الفريق عم بيعتمد علي لأنه أنا آخر شجاع، بس ما قدرت أمسك نفسي. عبد العزيز برافو، خلاص برافو عليكم شجعان، خذوا أماكنكم لو سمحتوا، انضموا لبعض كلكم. أول حاجة سقفوا لنفسكم. الفريقين ما قصروش، أداءكم كان كويس. اللعبة باين إنها سهلة ولكنها صعبة جدا. ليه؟ عشان فيها وزن وإيديكم لازم تكون بشكل مستقيم، فهنا الصعوبة وهنا قدرنا نقيس قدرتكم في التحمل. إذن مين اللي فاز في التحدي الأول؟ مربوط. مين اللي فاز في الثاني؟ والثالث؟ لسه ما نعرفش، عشان كده روحوا ارتاحوا وهشوفكم في التحدي الثالث. تفضلوا. في هذه الدورة فزنا تحدي وخسرنا تحدي، إن شاء الله نفوز الدورة كلها، والله مليت من جبن وخبز. بس يلا مو مشكلة، هذا تحدي عادي، عندنا تحدي ثالث يعني راح يكسب الحصانة. حصانة أهم شيء. لا تشد حالك من التحدي، كنا عارفين إن شاء الله هم يخسروا. بعد الفاصل. برافو، وقعتوا كل المية، الفريق البرتقالي وقع كل المية. كملوا. عادي. احنا اخر مرة خسرنا والتالي. استنى، احنا ما عندنا. استنى بابا، خل ما تقاطعني. لا بكم يا شجعان بالتحدي الثالث من الدورة الثالثة، وليس التحدي الأخير، لسه الدورة مكملة معانا، وبكرة عندنا ثلاث تحديات. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب التحدي ده أهم حاجة فيه قوة، سرعة، تعاون. اتفقنا؟ اتفقنا. خلينا على طول أبدأ بالشرح دلوقتي. هقول شرح اللعبة مع تقسيم المجموعات. كل فريق هيتقسم لمجموعتين، كل مجموعة تتكون أول واحدة من شجاع واحد بس، المجموعة الثانية من أربع شجعان. طبعا عندنا شجعين هيروحوا للسجن من كل فريق. إذن بعد ما أقول انطلاق هتدخلوا على طول جوه المية. معاكم الخشبة دي اللي باللون الأحمر، ليها أربع مساكات، المفروض إن أنتوا هتحطوا السطول كلها في المساكات دول. هتدخلوا جوه على المنصة، شجاع واحد بس هيطلع فوق هيعبي السطل كله مية ويعبي الأربعة للشجعان اللي ماسكين الخشبة دي، هيطلعوا وينقلوها للشط. عندكم بير، المفروض إن أنتوا تعبوا المية دي كلها اللي أخدتوها من البحر جوه البير لحد ما توصل الخشب اللي جوه للحد اللونه أخضر والحد اللونه برتقالي لكل فريق. اتفقنا؟ يعني هتروحوا وترجعوا كذا مرة حسب انتوا شطارتكم ازاي تحافظوا على المية جوه السطل. لو اتحركتوا كتير هتقع منكم المية اللي انتوا عبيتوها، فبالتالي هتلفوا أكتر من مرة. أي سؤال؟ لا. تمام. حابة أفكركم انه عندكم حصانة الفريق الأخضر، الفريق البرتقالي عندكم حصانة، لو حابين تستخدموها عشان قرار الحجز تقدروا تستخدموها وتعملوا خطتكم في نفس الوقت. الحجز سلطان احمد. أصالة دخلتني القفص لانه باللعبة الماضية اللي كانت تعتمد على التحمل انا ما كنت منيح وجبت اقل وقت. الحصانة هتستخدموها؟ الفريق البرتقالي هيستخدموا الحصانة ازاي؟ هتبدلوا مين بسلطان؟ شجاع نور بدل سلطان. لجنة السفاري اختارت ان احمد وسلطان يخشوا للسجن، بعدين فريقي قال ان اي حد يخش للسجن انت حتخشي بداله، وهم يستعملوا في الحصان، قلت لهم حيستعملوها ضدنا الفريق الثاني، لكن من بيسمع لي اصلا مني؟ ما حدش سمع لي وداروا اللي في راسهم وعادي. اصلا قلت لهم لازم ما تاخدوش قرار الا لما الكل يكون موافق، وخدوه قرار واصلا دخل هو القرار فيني وانا مش موافقه عليه. اذا نور هتدخل الحجز
وسلطان يرجع تاني لفريقه. فريق الأخضر هتستخدموا الحصانة؟ فريق الأخضر هتستخدموها ازاي؟ إذن نور مجد، نور اطلعي تاني، القائد مجد يدخل جوه الحجز. الحصانة ما كنت مرة بستخدمها عشان يمكن الفريق الثاني يستخدم حصانتهم وما حنقدر نطلع مين في القفص. فلما مجد قال انه بيستخدم الحصانة يبدل سلطان بنور فرحت انا شوي وقلت هذه الفرصة. للتذكير بس، الفريق البرتقالي خلصتوا من الحصانة، ما فيش ولا حصانة عندكم. نفس الحاجة الأخضر، ما عندكمش ولا حصانة. بعد التحدي ده لو فاز الفريق الأخضر هترجع لكم تاني الحصانة، ولو البرتقالي كمان هترجع لكم الحصانة. اتفقنا؟ مين اللي هيعبي السطول؟ راشد، عمر، خدوا مكانكم فوق المنصة ومعاكم السطل رقم 5. بقية الأربع سطول مع بقية الشجعان، خدوا الخشبة وخدوا مكانكم. التحدي ده هو التحدي الحاسم للفريق اللي بياخذ الحصانة الثانية، لأنه احنا فزنا في تحدي ومرباط فاز في تحدي، واللي حيفوز في التحدي ده هو اللي حياخذ الحصانة الثانية. 1 2 انطلاق. ينطلق الفريقين. هنثبت أول حاجة الأربع سطول على الخشبة، بعد كده هنبدأ بتعبئة السطول بالمية من البحيرة. امسكوه كويس، ثبتوه كويس عشان المية ما تقعش منكم. تمام، ينطلق الفريق الأخضر بالأربع سطول وإلى البير. كل المية، حافظوا 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 عليها، يلا أسرع أسرع أسرع. برافو، يلا امسكوهم ورجعوا، يلا. تمام، الصعوبة اللي واجهتني في هذا التحدي يوم كنت أصب الماي، مريم ما كانت تلف عدل فكان ينصب الماي اللي في الدلة مالها. برافو الفريق الأخضر. الجولة الثانية، شوية 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 شوية. حافظوا على المية، حافظوا على المية. برافو، وقعتوا كل المية. الفريق البرتقالي وقع كل المية. كملوا كملوا كملوا، وقعوا كل المية وما عرفوش يحافظوا عليها للأسف. يلا جولتهم هتكون أكتر. يلا مريم شوية شوية، المية هتقع منك. أثناء كما كنت ندخل الماء، إنه كما كنا نهزوه كانوا شوية ثقل، يعني شوية وبيمين يطيح ولا الماء وكل كان يطيح، فهذا أصعب شيء وكان فاني شوية صعب إنه رجليك يتحركوا في الماء. الفريق الأخضر والفريق البرتقالي، برافو، حافظوا على المية، حافظوا عليها. شوية شوية هتقع 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 منكم. مكانكم؟ الفريق الاخر خسر على خاطر ما كانش معاهم مجد وما عرفش يقسمها بالباهي. الفريق الاخضر تخطيط كويس، عرفتوا تقسموا نفسكم، حافظتوا على الميه اللي جوه السطل، حييكم. وبكده التحدي الثالث لتمريض. برافو، نعيد مع بعض من اول الدوره الثالثه. اول تحدي مربوط، صوت اعلى حماس. اول تحدي مربوط، برافو روح رياضيه. ثاني تحدي تمريض. ثالث تحدي تمريض. والحصانه تمريض. الحصانه للفريق الاخضر، تفضل القائد، رجعت لكم كمان مره، برافو عليكم. الفريق البرتقالي ما تزعلوش، لسه عندنا 3 تحديات عشان نخلص من الدورة الثالثة. اتفقنا؟ اتفقنا. عايزاكم دلوقتي تروحوا للمخيمات ترتاحوا وتجهزوا للثلاث تحديات اللي جاية بعدين. تمام؟ تمام. تصبحوا على خير، تفضلوا. احنا ان شاء الله غنفوزوا في الدورة الثالثة
ومشيوا الجائزة وإحنا يملينا بزاف من العقاب. لا لا ليش أنت هناك وصلت عند الدلو تبي تصبين المي ديتي الدبشة سحبت الدلو وصبيتي كله. يلا عادي لا صح كلامك لا تحلفين أنت طبعا أطلع أطلع في الحلقة القادمة من عيش سفاري. ريحيها ريحيها بس ريحيها ريحيها. طبعا انا شو بدي اقول يعني مسوي الفريق صح بس شو بدي اسوي في واحد ما بيعرف يرمي في ناس ما بيعرف انا قلت لك من الاول ما بدي اكون بس انتم ما سمعتوني. لا 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 بدي اول شيء قلتي ما تبين تسوين ها وبعدين قلتي ما تبين تمني اكياس يعني شو تبين تسوين. Thank you.